السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في الخلاصة. كل الحروب قذرة ومفخخة بالخيانات، وتجارب 5 سنوات من حرب اليمن هذه كشفت لنا أيضا معادن الناس، وخلعت الأقنعة الزائفة عن كثيرين تعرت حقيقتهم بعدما انكشفوا مجرد طلقات بيد القتلة. ولطالما كانت الحروب القذرة قادرة على كشف هذه الحقائق، فحين تندلع الحرب وتدوي أصوات المدافع وتسيل الدماء، فأولى ضحايا الحروب هي الأخلاق. كم هي خسارتنا فادحة في هذه الحرب التي صارت تلد حروبا أخرى نتيجتها دمار البلد وقتل الإنسان والتفريط بالأرض وفقدان السيادة واستلاب القرار الوطني. فحين يضعف المركز ترتخي معه الأطراف، وعندما ينكمش المشروع الوطني الكبير للدولة الوطنية تظهر مباشرة وتتخلق المشاريع الصغيرة. يا كل المتعلمين والمثقفين والنخبة في اليمن، يا كل من دخل المدرسة والجامعة، يا كل من ألقى السمع وهو شهيد، أين هي مسؤوليتكم الأخلاقية تجاه بلدكم اليمن والحرب تتناهشه منذ 5 سنوات؟ نتوقف اليوم بحوار مفصلي مع مثقف يمني رفيع، هو الأستاذ خالد الرويشان، وزير الثقافة اليمني الأسبق. أستاذ خالد الرويشان، أهلا بك، تحية تليق بمقامك وبميراثك وبما تقدمه لليمن. أهلا بك يا أستاذ خالد الرويشان. أشكرك ملء هذا النهار، ملء هذه الساعة، ملء هذه الحروب المتوكدة المشتعلة من فمك الجبار. شكرا لك، والله سعدت بالاستماع إلى صوتك الذي اشتقت إليه كثيرا. يا أستاذ خالد الرويشان، جمعتني بك يعني تاريخ من المحبة والاحترام، وأنا أرصد ميراثك وتاريخك وخدمتك لليمن، واليوم أنا وأنت نتخاطب عبر ميكروفون وكاميرا. يا سيدي، بلدنا موجوع، اليمن وحرب اليمن حال عليها الحول 5 مرات ولم تبلغ الفطام. يا سيدي خالد الرويشان، كيف يقرأ اليمن بعد 6 سنوات أو بعد 5 سنوات من الحرب ونحن ندخل بداية العام السادس؟ قلت مرارا أن الحرب منذ البداية كنت قد سجدتها وندبت بها من البداية، وللأسف أنه تدمير، أنه تم تدمير البلاد دون الوصول إلى أي هدف، هو التدمير. والحليف أصبح معولا للهدم. أنا أعتقد أن الشرعية تتحمل مسؤولية كبيرة، تحمل مسؤولية كبيرة عما حدث أيضا. وللأسف أن أحدا لم يتعلم خلال 5 سنوات طويلة مريرة ولم يتم البناء أو الوصول إلى هدف. التدمير بحد ذاته يبدو أنه كان هدفا بحد ذاته. طيب أستاذنا خالد الرويشان، يا سيدي العزيز، نحن أمام معضلة كبرى. يعني ذهبنا للحلفاء نستعين بهم هروبا من انقلاب، فإذا بنا أمام انقلابات، ما هو تفسيرك؟ تفسيري أولا سوء النوايا من البداية، ثم غباء الإدارة السياسية والعسكرية في اليمن بشكل عام دون تحديد أسماء. في الواقع كل النخبة السياسية والعسكرية تتحمل المسؤولية فيما حدث ويحدث. هذا عرفه تاريخ العالم، لم يحدث إطلاقا أن حليفا وقف معك ثم ضربك بالسلاح. وصلت وصل سوء الحال إلى درجة أن يضرب جيش الشرعية بالسلاح على أبواب عدن مثلا، ليس فقط مرة واحدة في الواقع، مرات كثيرة في الجوف وفي مارب وفي تعز وفي أماكن كثيرة. وهذه معضلة كبيرة في الواقع في الرؤية، أنه العالم يتفرج، هناك مأزق تقف فيها القضية اليمنية لم يحدث لها مثيل في تاريخ اليمن وفي تاريخ الدنيا كلها. طيب أستاذ خالد الرويشان، أستاذنا العزيز، يعني دعني ألقي بحملي عليك يا سيدي العزيز. الشرعية تسولت من الجميع وأراقت ماء وجهها ولم يعد يحفل بها أحد، وفريقها مجرد موظفين يعني لديهم رواتب وفتات مصالح،
والحوثي رهن قرار اليمن بأكمله لإيران، والمجلس الانتقالي ليس سوى سلاح بيد الإمارات، هل نبقى نتفرج يا سيدي؟ هو في الواقع في السياسة وفي التاريخ وفي الأحداث ثمة جيوب تمشي معا، لا يوجد أبيض وأسود تماما أو ألوان محددة واضحة ونقية وصافية. في الواقع كل القضايا ثمة شرعية لها وضع خاص، وهناك غموض كبير يلف وضع الرئيس هادي في الواقع في الرياض، لا أحد يعرف بالضبط على وجه الدقة ظروفه. ثم أيضا حواليه لا أحد يعرف بالضبط تفاصيل ما يحدث. المشكلة الصمت المطبق من الجميع على هذا الذي يحصل. وبالنسبة لما يحدث واضح جدا أن الأجنحة السيئة يعني تضرب وجه اليمن في أطرافها وفي وسطها وفي قلبها، يعني سقطرى مثلا، محاولات من سنتين على الأقل من الإمارات لإسقاطها من يد الشرعية إلى يد الانتقالي أو حتى للانفصال. يعني لا أعرف، المشهد يمشي باتجاه فصل البلد، تقسيم البلد في الواقع. أستاذ خالد الرويشان، أريد أن أعرض عليك يعني محاولة عرض لفكرة أحتاج منك التعليق حولها. يا سيدي، النخبة اليمنية التي تتفرج اليوم، لدينا نخبة يمنية عريضة متوزعة في القاهرة وفي إسطنبول وفي عمان وفي عمان، ومعظمهم موجودون أيضا ما بين دول أوروبا وأمريكا، ولم نصنع شيئا يا سيدي، نحن نتفرج. الزبيري والنعمان قادة الحركة الوطنية بأكملها كانا لوحدهما في القاهرة، وليس لديهما دولة ولا دعم رسمي، ولا هناك فيسبوك ولا تواصل اجتماعي، ومن يستطيعون الوصول إليه عبر أسابيع وشهور شفاهية، واستطاعوا أن يصلوا إلى الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر حينها، ثم ذهبوا إلى السودان، وبينهما أسسا مجلة الحكمة وصحيفة صوت اليمن والنادي الثقافي، وخلقا ميراث للأدب الحركة الوطنية بأكملها. يا سيدي، ما هو يعني ما المطلوب من النخبة اليمنية اليوم؟ النخبة اليمنية بشكل عام تقسمتها المصالح وتقسمتها الدول التي تشارك في التحالف أو الدولتان بالأحرى، يعني بشكل عام يعني، وهذه مشكلة كبيرة. نحن لا نعتمد كثيرا على النخبة القديمة، يعني هناك نخبة فاعلة وقوية، وهي نخبة يصح أن أقول أنها نخبة الشباب. الشباب وهم الطلبة المغتربون في الخارج والشعراء والأدباء والفنانين، وقطاع كبير جدا من منظمات المجتمع المدني بشكل عام في الداخل والخارج. هذه نخبة فرضت نفسها على وسائل الاتصال حتى أنها غطت تمام النخبة السابقة السياسية المهترئة الواقع، وهي منفوخة على الفاضي، يعني في معظمها يكادون حتى أنهم غير موجودين حتى في وسائل الاتصال. يعني في الأخير يا أستاذ، يعني هناك نعم أستاذ خالد الرويشان، في الأخير يعني من يسأل عن دور النخبة ويبحث عن خيار، وهو يرى أن الشرعية بتحالفها والإمارات بمجلسها الانتقالي وإيران بحوثيها، يعني إن تخلق تيار رابع ووصل إلى أفق، هل يعقل أن هذا التيار الرابع سيقدم تضحيات من أجل أن تعود الديناصورات القديمة، من أجل أن تبقى القواعد الأثرية القديمة؟ ما الأفق يا أستاذ خالد الرويشان؟ أنا سأقول لك، رغم قتامة المشهد، رغم أنه قاتم وشديد السواد في الواقع، ولكن ثمة ضوء كبير ينبجس في الشباب، ثمة وعي، أنا أشعر بذلك وأتعامل معه بشكل يومي. ثمة مشهد بدأ يتجلى، وأنا أزعم أن هذا المشهد سوف يكبر وينمو بدرجة واضحة جدا. أنا أشعر بذلك، وربما أنني عايش مع الناس بشكل عام، أو أنت حتى وأنت في الغربة تعرف ذلك. هناك 1000 زبيري بين الشباب، وهناك 1000 نعمان بين الشباب، وأنا أشعر أن هؤلاء الشباب هم كانوا أصلا البذرة الأساسية
للوعي الآن الذي أصبحت وسائل الاتصال هي الوسيلة الأساسية الفاعلة في تعارف الناس وفي التفافهم حول الرأي. يعني متفائل بالنسبة للوعي، متفائل بالنسبة للوعي، وسوف تكون لهذه النخبة قيادة قريبة جدا، وسوف تكون هذه النخبة ممثلة سياسيا وإداريا وعلى علاقة بالمشهد بشكل أساسي. أستاذنا خالد الرويشان، في الحقيقة أريد أن أسألك عن ميراث القبيلة اليمنية وما تبقى منه يا سيدي. لطالما كانت القبيلة اليمنية تنقم على الرئيس الراحل السابق إبراهيم الحمدي من أنه يعني همش دور القبيلة لصالح الدولة. اليوم جاءهم من كنس القبيلة وألغى حتى دور الدولة بأكملها. ما هو تعليقك على ميراث وما تبقى من دور القبيلة في اليمن؟ القبيلة في اليمن شأنها شأن أي تكتل اجتماعي أو سياسي أو إداري، أو هي نظام اجتماعي للتعامل مع نفسها ومع غيرها، مع الغير يعني، في الحقوق والواجبات. ليست نظاما سياسيا، القبيلة أصلا ليست نظاما سياسيا. الذي سيسها هم السياسيون المتعلمون في العاصمة أو في الأحزاب أو في غيرها. لكن ما هو حاصل اليوم لا توجد يعني بشكل عام يعني والله لا يعني لا لم يعد هناك شيء يستطيع أن يمد ظله على القبيلة كلها، أو تستطيع قبيلة أن تناجي وتنادي قبائل أخرى وتجمع بشكل عام. يعني لم تعد بالشكل الذي كنا نراه في الزمن الأول. أنت عملت خلال 50 سنة على تعليم هذه القبائل وعلى تمدينها، أنت عملت الجامعات والمدارس في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل قبيلة يعني بشكل عام، والطرق والوسائل الاتصال والتكنولوجيا بالعالم والقنوات والفيسبوك وكل هذه العوامل مدنت كثيرا اليمن، مدنت كثيرا القبيلة اليمنية. وبالتالي التعويل على القبيلة اليمنية بهذا الشكل يعني هذا خطأ فادح. طيب كان يجب أن يقام هناك جيش قوي يعني حتى يعني في أي محافظة من المحافظات، وتعتمد الدولة على التنظيم وعلى النظام وعلى إعداد يعني جيل قوي ومتعلم وأفضل من الاعتماد على ما يمكن أن يكون قبيلة. أستاذ خالد الرويشان بإيجاز لو سمحت لي، كيف تقرأ مستقبل عدن وسقطرى، أو بمعنى آخر ما الذي تريده الإمارات من عدن وسقطرى؟ يعني الإمارات عندها عقدة نفسية تجاه الوحدة اليمنية من زمان يعني في الواقع، لكن الأولاد أولاد الشيخ الصغار أولاد الشيخ زايد رحمه الله يعني بالغوا كثيرا في بيان هذه العقدة الزائدة عن الحد. يعني مثلا يعني الإصرار على تقسيم اليمن بهذا الشكل الواضح المحزن، أن الجامعة العربية صامتة وأن العالم صامت تجاه ما يحدث في سقطرى وما يحدث في عدن وما يحدث زمان. يعني وصلت المسألة إلى حد الضرب بالصواريخ، يعني ضربوا الجيش على أبواب عدن. الإمارات مشكلة نفسية قبل أن تكون شخصية على الأرض. في الواقع هناك خوف من الوحدة اليمنية، وهناك زاد على ذلك الطبيعة التجارية لبعض هذه الدول، الطبيعة التجارية في كل شيء للأسف يعني إلى درجة أصبحت مسائل خاصة تجارية يعني تقسيم بلد لمصالح تقوم على أفكار معينة، يعني إنه الانتصار يؤدي إلى الحصول على بعض الجوائز السيئة، جوائز تقسيم البلد. يعني استاذ خالد الرويشان، استاذ خالد امام رجال صغار سياسيين يمنيين لا يكادون حتى يتكلمون، وهذه مشكله كبيره. استاذ خالد فقط عليهم ان يتكلموا. انا اقول هذا الكلام، السياسيون خاصه الذين هم في الخارج تكلموا، يعني يجب ان تتكلموا. اذهبوا الى اوروبا، تقدموا الى منظمات المجتمع الدوليه، تكلم حتى لا تبقى يعني الصمت بحد ذاته عجز مهين، يعني خاصه وانت في الخارج
عليك أن تقول، وخاصة وأنت مسؤول عليك أن تقول، قل أن بما لم تفعل وتفعل، وقل أن تحالف يفعل ويفعل. عليك أن تقول ما وصلنا إليه محزن ومحبط إلى درجة كبيرة جدا. وأنا أقول دائما الذي لا يستطيع أن يتكلم في العادة وهو حتى في الخارج لا تتوقع منه شيئا، وهذا مؤسف ومحزن في نفس الوقت. مشهد مأساوي بفصل بعيد، أتمنى أن ينتهي في أقرب فرصة. ولكن رغم ذلك أنا أعتقد أن الولن بشبابه القادم وبمشهد الجيل الجديد الذي يقرأ ويتابع بوعي هو الأكثر تضيانا على المشهد الآن يعني، ولكنه يراد له تعقيدا ويراد له قيادة، هذا لا شك فيه. إنما هناك مشهد تخلق من نتيجة هذه الإحباطات المستمرة منذ 5 سنوات. أستاذ خالد الرويشان، سؤالي الأخير لك لو سمحت لي، هل لديك تصور للنهاية؟ هل لديك سيناريو للخروج، للحلول، لضوء في نهاية النفق؟ أنا أعتقد أن القضية في اليمن أكبر بكثير حتى من المؤامرات. المؤامرات قد تفوز في جولة أو جولتين، ولكن المباراة أو الحرب بشكل عام ليست مجرد معركة واحدة. اقرأ التاريخ ستجد أن ما يجب أن يكون هو الذي يجب أن يكون. البلد هنا قد يحبط لسنوات قليلة قادمة. على المدى المتوسط أنا متفائل، على المدى القريب أنا ربما شعرت بتشاؤم ما ما أراه كل لحظة، لكنني أزعم أن أحداث العالم التي تحدث الآن شديدة التسارع بدرجة كبيرة، والانقلابات الموجودة في المشهد السياسي اليمني والعربي والإقليمي حتى موجودة بشكل كبير كما تراها وتسمعها كل يوم. ولذلك حتى لو كان المشهد يبدو كما يبدو ساتما فإن الضوء سيندفق مهما كان. لا بد من قيادة جديدة، وقد قلت هذا الكلام مرارا، لا بد أن تتكلم أولا، لا بد أن يتكلم الجميع، أن يتكلم البعض، أن يتكلم حتى الأفراد. يا أخي تكلم ثم اذهب لاجئا سياسيا في أي بلد أوروبي، ماذا عليك بدلا من الجلوس صامتا في القاهرة أو في دبي أو في أي مكان آخر؟ عليك أن تتكلم، كل العالم ماذا يحدث في البداية. لابد، البلد بلا أبطال للأسف، البلد بلا بطولات للأسف، البلد بحاجة إلى قيادة، على الأقل قيادة شعبية، قيادة جماعية، قيادة لابد من رأي، ولابد من رأي موجود يعبر عن آمال البلد وعن آلامها وعن أحزانها وعن يعني أحلامها. أما الصمت المطبق كما هو اليوم، الصمت هذا لحد يعني بحد ذاته مشكلة كبيرة جدا، ولا أعرف السياسة يعني. أحييك أستاذ خالد الرويشان. نعم. تحدث أحد لم يكن أستاذ خالد تكلم متفائلا في وزير الخارجية الجديد، ولكنه أكثر صدقا من سابقه. يعني هذه مشكلة كبيرة، لا بد أن تقول، وقل دائما في المحافل وفي الندوات وفي القاهرة، القاهرة عاصمة بيروت، كل مكان قل. ولكن كل الأحوال سوف ترى ان ما هو آت ليس أسوأ مما استاذ خالد الرويشان لانه لن يكون هناك أسوأ مما قد كان. احييك استاذ خالد، يعني جدا استاذ خالد لو سمحت لي، تقريبا انتهى علي الوقت تماما، ليس لي الا ان انحني احتراما واشكرك وانثر القبر على راسك لنضالك ومحبتك لليمن والدور الذي يقوم به قلمك، والحمد لله على سلامتك وقلوبنا معك. سنلتقي باذن الله في لقاءات اخرى بوقت اطول يليق بشخصك ومقامك. استاذ خالد الرويشان وزير الثقافه اليمني الاسبق، شكرا جزيلا لك. ألتقي وإياكم أحبتي الكرام المشاهدين بخلاصة أخرى وحلقة أخرى قادمة. سلم الله اليمن وحفظها من كل مكروه، لكم كل محبتي واحترامي، أنا عارف الصرمي. إلى اللقاء.